داعم لحقوق المرأة، وانا فرحانة بيك عشان انا مرأة طبعا، فانا مبسوطة بيك جدا. هل ممكن اشوفك بتعمل فيلم مخصوص للمرأة، يعني يبقى مكتوب عن مثلا قضية يعني من القضايا مثلا المثيرة للجدل دلوقتي، مثلا ضرب المرأة او حاجة من حقوقها؟ مؤكد مؤكد يعني، كنت اتمنى انك تشوفي في يوم من الايام فيلمي لا احد هناك، هو كتابتي واخراجي وتصويري وفيلمي الروائي طويل اول، يعني تعرض في مهرجان القاهرة في 2018 وتعرض في كذا مهرجان تاني، وهو فيلم عن بنت عايزة تعمل اجهاض في ليلة شديدة العنف والدموية، ولكن من عيون شاب اسمه احمد بيحاول يعني يواجه هذه المدينة ومتورط فيها، فده انشغالي الحقيقة الدائم يعني. ويعني الأفلام النوعية اللي بتتكلم عن قضايا نسوية وحساسة في مجتمعنا وكمان بالذات لجيلي، دي حاجات بتهمني جدا. هل في حاجة ممكن تكتبها قريب؟ هي انا شغال يعني طول الوقت بكتب يعني، بس ممكن يبقى بشكل بطيء شويه يعني، يعني بسبب التمثيل طول الوقت والتحضيرات لده والمود بتاع الممثل المهيمن عاده بيحصل تباطؤ شويه في المشروع السينمائي الخاص، بس اتمنى انه يعني سنه او اتنين بالكتير يبقى في فيلم بقى جديد. طب احمد، يعني انت ممثل مخرج منتج، مش هقولك تختار مين من الثلاثة والسؤال الكليشيه ده، بس انا هقولك يعني دايما يقولك الفنان بيجي وقت الاوردر بتاعه يعمل دوره ويعمل المشهد بتاعه ويمشي. انت ليه بتحب تتعب نفسك وتشقي نفسك تضيع فلوسك في الانتاج والاخراج؟ طبعا بيحتاج برضه مجهود. لا ما بضيعش فلوس الحمد لله. طب الحمد لله، طمنا انك بتكسب. لا مش القصد، القصد انه ده الاستثمار الحقيقي اللي زي ما انت قلتي استخدمتي كلمه شغف. يعني متهيألي دور اي فنان انه يحاول يعبر عن نفسه باي وسيط ممكن ويكتشف ده طول الوقت وما يحصرش نفسه، وده مش تجربه يعني استثنائيه او نادره، فنانين كتير قوي عملوا ده باشكال مختلفه، وانا اظن انه اي حد فينا لما يحس ان هو عايز يقتحم فن من الفنون لازم يعمل كده، لان ده بيعمل له ساتسفاكشن. فانا بالنسبه للكتابه والاخراج انا دي اكتر حاجه انا بتشغلني على طول، يعني اكتر حاجه يعني بحلم بيها وانا نايم، وقصص بصريه بحب عايز انقلها. يعني الشحنه السينمائيه في صناعه السينما قويه جدا، وبالنسبه للانتاج واللي هو دلوقتي انا بكتشفه بخطى يعني كده بحاول تبقى حكيمه شويه، ما ضيعش فلوس قوي. ده اكيد يعني هو يعني بحاول اكون يعني ايجابي وفاعل ولو بنقطه في بحر يعني الانتاج السينمائي المصري، فانه يبقى في افلام مختلفه نوعيا. هو اول فيلم كان فيلمي، فده كان ما كانش في اوبشن غير ان انا اللي انتجه. والفيلم الثاني المجدي احمد علي طبعا اخيرا كان عندي فرصه ان انا ابقى مع ابويا انفولفد في مشروعه، واللي جاي